يمكن فعلا تنمية الذكاء والإبداع والتعلم من خلال تطوير الفضول خاصة، هي الخاصية الأهم في عملية التعلم وعملية الإبداع. لكن كيف نفعل ذلك؟ من خلال تقنيات تربوية، تعليمية، نفسية، اجتماعية. تابعوا. السلام عليكم. هل يمكن تنمية الذكاء والإبداع وحتى التعلم لدى الأطفال والتلاميذ والطلبة؟ يجمع الأخصائيون أنه يمكن تطوير كل ذلك عن طريق تنمية خاصية مهمة جدا، هذه الخاصية هي الفضول. تنمية الفضول، لماذا وكيف؟ تنمية الفضول كثيرا ما ترتبط بطرح الأسئلة. لماذا هذا يحدث بهذه الطريقة؟ متى حدث هذا؟ كيف صار؟ من قام بذلك؟ أين حدث هذا الأمر؟ هذه الأسئلة يمكن أن يطرحها الطفل على والده، يمكن أن يطرحها على معلمه، يمكن عندما يكبر قليلا يصير يطرح الأسئلة على نفسه، ويمكن أيضا، بل هذه هي الطريقة التي أريد يعني توضيحها في هذه الحلقة، يمكن للمعلمين والمدرسين أن يطرحوها على التلاميذ والطلبة بغرض تنمية فضولهم، ومن خلال تنمية فضولهم تنمية الذكاء والإبداع. وسأبين كيف ننمي الفضول، ومن ثم كيف ننمي الذكاء والإبداع لدى الطلبة والتلاميذ والأطفال الصغار أو الكبار. الأسئلة يجب أن تكون أسئلة يعني تدفع إلى التعلم. يعني عندما أسأل أنا، عندما يسأل الطفل مثلا، وقد سمعت هذه الأسئلة من أطفال بسنوات بأعمار متفاوتة، كيف تطير هذه الطائرة وهي لا ترفرف أجنحتها؟ فعلا الطيور لا تطير بهذه الطريقة، مش تجري وفجأة تلاقي نفسك طرت في السماء، ولكن الطائرات لا ترفرف. طيب لماذا تفعل ذلك؟ وهناك أسئلة أخرى كثيرة. يعني أحيانا المدرس فعلا يثير أمر يبدو غريبا للتلاميذ أو الطلبة، لأنهم لم يلاحظوا، لم يفكروا، لم ينتبهوا. مثلا أنا أطرحه على الطلبة، أسألهم لماذا يظهر القمر أحيانا في النهار، فينظرون إلي، القمر يظهر في النهار؟ نعم، أنتم لا تلاحظون السماء، وسنأتي إلى هذا، ولكن يظهر. طيب حينها مباشرة تتبادر على أذهانهم أسئلة أخرى، وهي متى يظهر؟ في الصباح؟ في المساء؟ يعني قبل الغروب النهار؟ يعني بعد العصر؟ بعد أو قبل شروق الشمس؟ متى يحدث هذا؟ هل يحدث في الشتاء أم في الصيف؟ وبأي طريقة؟ يعني هل يكون بعيدا عن الشمس، يكون قريبا من الشمس عندما تغرب؟ كيف يحدث هذا؟ فهذه الأسئلة الفضولية التي تسمح بتنمية التعلم. يجب على المدرسين أن يطرحوا أسئلة تدفع بالتلاميذ والطلبة والأطفال بشكل عام إلى التعلم. لذلك الفضول هذا ينمي ليس فقط الذكاء والإبداع، بل ينمي أيضا التعلم كمن وكيفا. نأتي الآن إلى، أريد أن أعرض عليكم 7 استراتيجيات لتنمية الفضول، وكما قلت الفضول ينمي الذكاء والإبداع والتعلم إلى آخره. ثم بعد ذلك سأعطيكم بعض الاقتراحات وبعض الأفكار التي من خلالها يمكن تنمية الذكاء مباشرة أو تنمية الإبداع. فمثلا استراتيجية تنمية الفضول كما قلت تبدأ أولا بطرح الأسئلة كثيرا، خاصة هذه الأسئلة التي تثير المعرفة، تثير حب المعرفة، تثير يعني البحث أو الاستكشاف. أريد أن أستكشف، أريد أن أعرف أكثر. النقطة الثانية أو الاستراتيجية الثانية هي قراءة القصص. القصص إما أن تكون واقعية حقيقية، قصص من التاريخ أو من حتى من أيامنا هذه ولكن حدثت فعلا، أو قصص خيالية. وسأقول بعد لحظة أن تنمية الخيال وتشجيع الخيال هو أيضا من الاستراتيجيات والتقنيات والطرق التي نستخدمها لتنمية الذكاء والإبداع. طيب القصص، يعني مثلا أنا أذكر قبل
تقريبا الأسبوع الأخير من الفصل الماضي الربيع كنت أدرس مادة الكهرباء والمغناطيس، وجئت في الأخير في آخر أسبوع عندنا في هذه المادة معادلات ماكسويل، فجئت أنا أدرس معادلات ماكسويل، فقلت أنا والله أقص لهم شوية بعض الجوانب من حياة ماكسويل، جيمس كلارك ماكسويل، هذا المبدع، هذا العبقري العظيم الذي وضع لنا معادلات غيرت العالم حقيقة، يعني كل ما هو كهرباء ومغناطيس، خاصة أمواج الكهرومغناطيسية، الراديوية، الرادارات إلى آخره، كلها مبنية على هذه المعادلات التي وضعها ماكسويل. فبدأت أقرأ لهم هكذا جزء من، في الحقيقة هو نص من كتاب The Demon Haunted World، هذا العالم المشبوح هكذا، كتاب لي كارل سيغان الذي يروي فيه قصص عديدة ومعلومات أنا أعتبره من أفضل الكتب فيما يخص الثقافة العلمية بشكل عام. ففيه جزء حوالي صفحتين ثلاثة يتحدث فيها بحسرة عن ماكسويل، لماذا ماكسويل هذا العبقري العظيم الذي غير لنا العالم لم يأخذ حظه من الشهرة، لم تنتج عنه مثلا بعض الأفلام الآخرية. فأذكر أنني عندما بدأت أقرأ القصة وأسرد لهم جوانب من حياته عندما كان طفلا وطالبا وكان يعني حيئا وكان لا يتعامل كثيرا مع الآخرين وكان يبحث في بعض المواضيع ثم درس كذا، وجدت أن الطلبة ينظرون إلي وكأنهم ليسوا في مادة الفيزياء حقيقة، وكانوا يريدون أن يعرفوا طيب وكيف وصل إلى هذه المعادلات. فإذا أنا أثرت فيهم هذا الفضول ووصلوا إلى معرفة كيف وضع أو كيف توصل إلى هذه المعادلات، فنكون قد نجحنا في عملية التعلم وعملية تنمية الفضول والذكاء. التفكير بصوت عالي، أحياناً يطرح علي طالب سؤال قل له أوكي خلينا نفكر مع بعض، ونبدأ نفكر بصوت عالي، طيب لو عملنا كذا، طيب لو كان الأمر بهذه الطريقة ويصير وما يصير، ثم أحياناً تتشعب بنا هذه الأسئلة، وده مهم جداً. لا يجب أن نبعد التفرعات خلينا نسميها أو الطرق الثانوية التي تظهر لنا، هذه مفيدة جدا لأنها تدخلنا في بعض الاعتبارات التي لم نفكر فيها من قبل. فإذا وأنا أفكر بصوت عالي مع الطلبة وهم يردون علي إلى آخره، ظهرت لنا بعض النقاط الفرعية أو الثانوية، لا أقول لهم هذه خارج عن الموضوع، لا أقول لهم طيب خلينا نفكر في هذا الجزء هذا، طيب ولو فعلنا كذا، فهذا مهم جدا. التنويع من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو إلى آخره، هذه مهم جدا أيضا أن يكون هناك التنويع في الصف في التدريس، أنه أحيانا نقوم بأنشطة داخل الصف، أحيانا أنشطة خارج الصف، أحيانا رحلة ميدانية، أحيانا عندي مثلا قطعة فيديو، أحيانا عندي قصة أرويها لهم، أحيانا عندي معادلات، أحيانا عندي محاكاة، عندي أشكال يعني حاسوبية عملت إلى آخره. ربط المواضيع بالأحداث الجارية، هذا مهم جدا أيضا، يعني مثلا قبل أسبوع أو أسبوعين كنت في أول أسبوع من تدريس مادة علم الفلك، فجئت للطلبة وقلت لهم طيب الأسبوع الماضي ماذا كان أهم حدث فضائي أو فلكي؟ فبعض منهم فعلا انتبهوا وقالوا لي مباشرة هبوط المركبة الهندية على القطب الجنوبي من القمر، برافو ممتاز جدا. طيب لماذا القطب الجنوبي من القمر ولماذا اعتبر هذا إنجاز؟ ودخلنا في بعض الشرح، فربطت أنا مادة الفلك بالأحداث الجارية وتعلمنا أشياء مهمة جدا. ثم إحدى الطالبات قالت لي هذا الأسبوع هناك القمر الأزرق هذا، ثم تكلمت طالبة أخرى وقالت القمر العملاق سوبر مون، واحدة قالت بلو مون واحدة قالت سوبر مون. فقلت لهم أوكي خلينا نوضح أنه أول شيء هذان شيئان مختلفان سيحدثان فعلا هذا الأسبوع مع بعض، ولكن شيئان مختلفان، والقمر الأزرق هذا ليس أزرقا إطلاقا، لن تروا القمر أزرقا وسيكون بدرا إلى آخره. وبدأت أشرح، ومهم جدا أن يكون هناك علاقة بما يجري في العالم حتى يهتم الطلبة وحتى نشد انتباههم وننمي الفضول فيهم. نقل الطلبة إلى العصور الماضية، طيب فمثلا أقول لهم كيف كانوا زمان يعني يرفعون الماء إلى طوابق عديدة عندما كانوا يصنعون بيوت فيها عدة طوابق أو مباني إلى آخره، كيف يرفعون الماء؟ الآن عندنا مضخات، عندنا يعني وسائل تقنية متقدمة، طب زمان كيف كانوا يفعلون؟ يقولون صح الماء كيف يوصل إلى فوق، كيف كانوا يبردون المبنى، كيف كانوا يفعلون كذا. فمهم جدا مفيد أن نعود إلى الماضي حتى نفهم حتى بعض الآليات العلمية والتكنولوجية وغير ذلك.
ثم ربط المواضيع بمجالات أخرى. يعني مثلا أنا يعني من السهل جدا أن أربط بعض المواضيع الفيزيائية بالفلك، أو الفلك بالفيزياء، الفيزياء بالكيمياء، الكيمياء والفيزياء بالبيئة، علوم البيئة، ولكن من المهم جدا أن أربطها أيضا بالتاريخ، وأربطها أيضا بعلم النفس، وأربطها أحيانا حتى بجوانب يعني دينية. خلينا نقول يعني طيب مثلا عندما أشرح أنا القمر وأطوار القمر، فأربطها برؤية الهلال، وأربطها بالأعياد وبالتقويم الإسلامي، وكيف نقوم بهذا التنبؤ ومعرفة متى يبدأ الشهر إلى آخره. مهم جدا أن نربطها حتى يحس الطالب أنه فعلا هناك جدوى وهناك فائدة من معرفة هذه الأشياء، فيستفيد ويواصل. أريد الآن أن أقدم لكم 5 طرق لتنمية الذكاء والإبداع بشكل عام. أولا، من المهم جدا أن نطرح على الطلبة مسائل تكون تمثل مشاكل حقيقية في حياتنا، فخليهم أنهم يطورون ذكاءهم، يبدعون، يبتكرون، يخرجون لنا حلولا إبداعية جديدة. فمثلا أقول لهم عندنا مشكلة في مواقف السيارات، كل يوم نأتي إلى المدرسة أو الجامعة أو غير ذلك، ما عرفنا نحل إحنا مشكلة المواقف هذه، كل مرة بتصير زحمة وكل مرة، فهل منكم من يفكر لنا ويقترح لنا هكذا حلا معينا؟ فيقترحون، أحيانا تكون الحلول هذه يعني لا تنفع أو لا يمكن تطبيقها، وأحيانا أحد يطلع بفكرة مفيدة جدا، ولكن في كل الأحوال حتى لو لم يصلوا إلى حلول يعني مجدية، فيكونون قد يعني فكروا، بحثوا، نظروا في التطبيق إلى آخره، وهذا كله ينمي الذكاء والإبداع. مثال آخر، كيف نقلل من إهدار المياه؟ يعني كيف نرشد استهلاك المياه في بيوتنا، في المباني المختلفة إلى آخره؟ أيضا نطرحه على الطلبة، اجتهدوا يا جماعة، أعطونا بعض الحلول، قولوا لنا ما الذي ينفع، ما الذي لا ينفع، إلى آخره إلى آخره. استخدام الألغاز، فنأتي ونطرح لغز معين، يعني قد يكون لغز بسيط، قد يكون لغز معقد، قد يكون لغز له علاقة بالرياضيات، أو له علاقة بالفيزياء، أو له علاقة بالفلك، أو له علاقة بالبيئة، أو له علاقة. فمثلا أنا كثيرا ما أطرح على الطلبة، يعني طلبة جامعيين سنة أولى سنة ثانية أحيانا حتى سنة ثالثة، قلهم طيب إذا عند المحطة الدولية الفضائية التي هي 400 كيلومتر فوق سطح الأرض، كم هي جاذبية الأرض عند ذلك المستوى؟ الجاذبية ليست صفر، تناقصت مع الارتفاع ولكن لم تصل إلى الصفر، بل الجاذبية عند ذلك الارتفاع 400 كيلومتر تكون حوالي 88% من الجاذبية على السطح، يعني نقصت ب 12% فقط، مش جاذبية ولا شيء. طيب لماذا نتحدث عن انعدام الجاذبية؟ ولماذا يطفو هؤلاء رواد الفضاء؟ نراهم كأنهم يطفون هكذا. طيب إذا الجاذبية ما تزال قوية 88% من قيمتها على سطح الأرض، فكيف يطفون؟ لغز هذا. طيب خلينا نفكر ونبحث ما الذي يحدث، كيف يدور هذا القمر الصناعي أو المحطة الفضائية إلى آخره إلى آخره. السؤال أو سؤال الطلبة دائما عن بيئتهم، ما الذي يحدث وهل يمكن أن أغيره؟ أنا تحضرني دائما جملة قالها كثير من المشاهير، الآن صرنا لا نعرف بالضبط من أول من قالها، قال أحد المشاهير، قال كثير من الناس يسألون لماذا يحدث هذا، وهذا سؤال جيد ورائع، وقلت في البداية يجب أن نسأل دائما لماذا وكيف ومتى وأين حدث إلى آخره، ولكن قال أنا الأسئلة التي أطرحها على نفسي لماذا لا يحدث هذا، فيطلع له فكرة في دماغه يقول طب هذه ليش مش موجودة، لماذا لم نستخدم هذا الأسلوب، هذه التقنية في حياتنا، لماذا عالمنا لا يستخدم كذا وكذا، فلماذا تحدث بعض الأشياء بطرق معينة ولماذا لا تحدث الأشياء بطرق معينة. هذا ينمي الذكاء وينمي أيضا الفضول. نسألهم دائما عن بيئتهم، نسألهم عن ما الذي يحدث، كيف هي وضع السماء، يعني حتى ببساطة أقول للطلبة، أنا أقول لهم نظرتم إلى السماء اليوم ما كان لونها، ببساطة قلون زرقاء، قلون لا زرقاء، كيف زرقاء، اليوم كانت رمادية، ما انتبهتم، ما ترفعون رؤوسكم إلى السماء، طيب لاحظتم هناك سحب وغيوم، إيه لاحظنا، ما كان شكلها، هل كانت مكورة أم كانت مسطحة وموزعة مثل السيروس والكوميولوس وغيرها. مهم جدا أن ينظر الشخص إلى هذه الأشياء، لأنه هذا الذي يجعله يفكر،
لماذا؟ وهذا الذي يدفعه أن يقول ممكن أن أطبق هذه الفكرة وكثير من الأشياء التي رأيناها حولنا في الطبيعة من خلايا النحل وغيرها والتي استفدنا بها في التكنولوجيا وطبقناها في حالات عديدة. تطوير الخيال مهم جدا، أن نطور الخيال. كيف نطور الخيال؟ نطور الخيال من خلال طرح أسئلة ماذا لو، مش لماذا، ماذا لو. ما معنى هذا؟ معناه أنه نسأل أنفسنا، طب إذا غيرنا شيء، لو كان الأمر مختلفا، ما الذي كان سيحدث؟ ماذا لو، what if. هذه مهم جدا، لأنه حينها الشخص يبدأ يفكر ويبدأ معناه أنه يصير كذا. هنا مضطر أن نستخدم أنا خيالي، لأنه هذا أمر غير حادث، إنما أقول ماذا لو حدث كذا، ماذا لو غيرنا كذا، ماذا لو حاولنا بهذه الطريقة. ثم آخر فكرة وآخر مثال هو تكليف الطلبة بمهام معينة. يعني مثلا عندنا رحلة ميدانية الأسبوع الماضي، فآتي أنا إلى طالبين أو ثلاثة أقول لهم أنتم تنظمون على طريقتكم، اعملوا ما كما ترون، لازم تحجزوا باص، لازم ناخذ تذاكر، لازم ندفع، لازم نعمل كذا، تجيبوا لنا مثلا ماء شويه توزعوه على من سيذهب معكم، تعطونا مثلا كعكات، تعطونا كذا. فهذا يطور ابداعهم ابتكارهم، واحيانا يخرجون بمقترحات رائعه لم نستخدمها فيما قبل. وايضا مثلا عندنا، خلينا نقول مثلا اخر هذه السنه او اخر هذا الشهر، عندنا احتفال معين، سنحتفل بمدرس سيتقاعد مثلا، او عندنا طالب تميز واخذ جائزه، يلا نعمل له تكريم او كذا. طيب لماذا لا تصممون هديه؟ يعني نروح نشتري هديه، هذه بسيطه، يلا كل واحد فيكم يعطيني 100 درهم واجمعها انا واروح اشتري هديه ب1000 او 2000، ويلا تفضل هديه جميله. هذا جيد، ما في عيب، ولكن ماذا لو نحن صممنا وصنعنا هدية من عندنا بهذه الطريقة؟ ستحتاج إلى بعض المواد، ستحتاج إلى شيء من المال، ولكن سيكون فيها تفكير وتصميم وإبداع وابتكار، وستكون فعلا مشوقة أكثر لمن سيتلقى هذه الهدية. يعني أردت فقط أن أعطيكم هكذا أمثلة عن تطوير الفضول وتطوير الخيال وتطوير الذكاء والدفع نحو التعلم أكثر، وهذه المجالات التي ستمثل فعلا التعليم في المستقبل. شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.